لي فان ديالي جيت للدار تقديتها البنات كيما كتشوفوا بناتي الكولور ما عجبنيش. كيما كتشوفوا انا تقديت شريت شويه العطريه صابو البلدي باش ندوش قوم معايا. شريت هادو مطيشه صغيورين، شريت الربيع، شريت شويه العنب، شريت هاد البطيخه، شريت البنان، شريت الفكوس، شريت واحد سميتو الصابون ديال الماكينه، شريت شي شويه البصله. نوريكم مشتريات البنات. غنحط هاد القريعات هادو باش نصايب العطريه. البنات انا صايبت العطريه هنايا في القراعي، صافي غادي نسدهم. درت لي بزاف، درت كركم اصفر، سكينجبير، صافي دابا غنسد القراعي. نصايب البنتي شويه ديال الديسير تديه للمدرسه. اجيو معايا. اي اي قولي متى نخويها. صافي من نقي معاك نديرو لها بحالك. بنتي تعطلات على الغدا، غندير لها شويه ديسير و اجي تشوفو شنو غندير لها في هادي، عاد نبدا نصايب الغدا. قوم غنصايب الريتاج الديسير هنايا، وغندير لها شويه الخبز فيه الكاشير فخوماج تدي معاه للمدرسه، وعاد نطيب معاكم الغدا. وفاش كتجي من المدرسه كنخلي لها الغدا ديالها. قوم معايا. درت الريتاج الديسير هنا، ندير لها دابا الخبز في الجرة الاخرى. المهم هادشي درت الريتاج هنايا. المهم البنات غنصايب الريتاج شويه د لانشون وفخوماج وغنديروا لها معاها الديسير. قوم معايا تنوريكم. صافي غندير الريتاج هادشي. يلا سيري. ايوا يا البنات ها هي الحوته جبتها. قوم معايا. ايوا البنات ها هي الحوته جبتها، غادي نديرها في الفران مع الخضار. قوم معايا. ندخل بعدا هاد العنب غسلتو، ندخل فيه. اجيو معايا. ايوا البنات غناخدو شويه الخضره، فلفله وحامض، شويه الزيتون، الربيع غادي نغسلو نقطعو دابا. بقاو معايا. وحبيبي ويا حبيبي انا. المهم ها هي اللاطه غنديروها في الفران. هاد اللاطه غادي ندير فيها الحوته. المهم الحوته ديالنا ها هي، ها هي الحوته ديالنا البنات، ها هي الحوته. غادي نحطوها على جنب في شي بلاصه. ايوا وحبيبي ويا حبيبي كل ما يعجبني صافي. وغادي نمسحو لا بابا بحال هكا، نمسح هاد البلاصه اللي غنخدم فيها.
الطبخه فيها البنات عندها نقي في الخيز صوص الخضره اختي مو سمعت فيها ماما نقاو معاها تقلب على الموس نحتاجو هذا ندرو فيه شويه الماء طالباني هنا شتو الخيز بحال هكا صور عيان شي شويه حيت ما كنلقاش اللي صور ليا البنات فهمت خاص شي واحد يبقى يصورني ندير شي مشكل انا غير سنبارطاجي حياتي معاكم ماشي كنوريكم كيفاش طيبوا عندي البطاطا البنات نقي البطاطا امي جات قلنا حتى نقي الخضره وكلشي المهم الخوت انا راه نقيت الخضره وصافي دابا غادي نغسل هذا الربيع هذا وغادي نديرو هنا ندير الثومة ندير الثومة البنات الثومة الثومة نقيناها البنات عطرية الانسان خصو يخدم بيدو بركة من البروتوكول وداكشي المهم انا حركت العطرية مزيان درت الزيتون درت الحامض درت التومة درت العطرية درت الربيع ها هي غنهزو الحوتة دابا ان شاء الله هو البنات صافي دابا غادي نشامل الحوت مزيان بناتي ها هي الحوتة غادي نشاملها مزيان ها بقاو معايا ميمكنش نصور ونشامل بقاو معايا حتى نشاملها ونحطها قدامكم ويلي ويلي صافي نحطو اللاطا اجيو معايا صافي تشرملناها وخليناها هنا في البانيو دابا حطينا اللاطا نصطفو الخضار نحتاجو هاد البصله قسمتها من هنا
حيت لاطا عندي شويه صغيره قسمتها، حيت الحوته ما شاء الله كبيره. ايوا البنات انا صايبت هاد اللاطا، ها هي ديال الحوت، غادي ندخلها غادي ندخلها للفران تبقاو معايا. بدلت اللاطا، درت هاد اللاطا حيت الحوته ما قداتنيش، بقاو معايا. المهم البنات راه هو تيطيب الحوت، هاهو الحوت راه طاب، نضبط الكاميرا ضبات ليا، هاهو تيطيب البنات. صافي صافي غندير واحد العصير ديال الخيار بما طاب الحوت في الفران، غندير العصير ديال الخيار ديال الفكوس يا بي، غادي ندير عصير وصافي وغادي نجمع الفيديو، ما نقدرش نتسنى حتى نتغدى معاكم. شوفوا البنات انا راني دوشت وصافي، دابا غادي نطحن هذا الفكوس، ها غادي نطحن الفكوس. ايوا البنات عرفتي علاش؟ حيت انا عيانه ما غاديش نقدر نتسنى حتى يطيب الغدا، حيت خاصني ضروري نتكا البنات. صافي غنجمع معكم الفيديو حيت غادي نجمع هاد العصير، غادي نشربو وغنتكا، غادي نتسنى حتى يطيب اللاطا وغنتغدى انا ووليداتي وامي. اسكت راهي دايره فيديو، غنتسنى فهمتي البنات، نطحن بعد هاد الخيار. صافي هذا غنديرو في التلاجة. اوكي البنات صافي انا درت الخيار الفكوس هنا، وباش ديروا لي السكر ديروا، انا غندير شويه حيت انا حامله. صافي وغادي نطحن هاد العصير بما طاب ليا البنات اللاطه ديال الحوت. درنا شي شويه د الماء وشويه د السكر، صافي كنطحنو هاد. كاين اللي كيديرو بالليمون، انا البنات ما جبتش الليمون. البنات هذه هذا هو العصير ديال الفكوس اللي صايبت معكم، وها هي الحوته طابت هانتوما البنات. ولذيذة ياك راهي صافي. امي راه ما بغاتش تجلس حتى صورت رايان، ورايا وريتاج راه كاينه في المدرسه، غنخليو لها حقها ياك. ريتاج ديتها مسكينه للمدرسه. وصافي البنات انا غنجمع معكم فيديو، هذه هي اللاطه ديال الحوت اللي صايبتها، نتوما شوفوا راه طابت مزيان هانت. وصافي